لا لا، هي كانت رؤية فنية يعني، البرد ملوش علاقة بأي حاجة. أنا كنت تعبان هنا قبل ما نسافر، اليوم اللي قبل ما نسافر أنا ما كملش تدريب فيه، لكن اليومين اللي إحنا كنا موجودين فيهم في الجزائر مرنت تمرينين كاملين كنت فعلا تعبان. لكن أنت عارف يا كريم إن المباريات النهائية والمباريات الحاسمة لو اللعيب بيكون عنده إيه بيتحامل على نفسه، بيجي على نفسه. فلو أنا كان طلب مني إن أنا ألعب 90 دقيقة أو ألعب 120 دقيقة كنت يعني كنت هتحامل على نفسي وهنفذ اللي مطلوب مني، لكن هي وجهه نظر فنيه. وجهه نظر فنيه، لكن انت برضو كنت تعبان شويه، ممكن جريده حط في الحسبان اللي انت كنت عندك برد، ولا شايف ان هي رؤيه فنيه مالهاش علاقه خالص؟ لا لا، هي رؤيه فنيه مالهاش علاقه خالص. لا مالهاش علاقه. طب قول لي بقى، يعني وانت نازل وكان ناقص حوالي 12 دقيقه ومستر جريده بينزل عماد متعب وبينزل ايبي المهاجم النيجيري، كانت التعليمات ايه يا عماد؟ اكيد التواجد طبعا داخل منطقه الجزاء، ولكن انت يعني انا شفتك عارف، انا عارف عماد متعب لما عماد مثلا بيكون زعلان او متضايق ان هو ما لعبش، لكن لا، عماد متعب امبارح كان بيحارب، وفي خلال ال 13 14 دقيقه اللي لعبهم عماد متعب تحس لا بالخطوره وتحس ان هو هيجيب جول، وفعلا قدرت تجيب جول في الدقيقه 94 في اخر دقيقه في الوقت الضايع او اخر ثانيه في الوقت الضايع. لا بص، يعني مبدا ان انا متضايق ومش متضايق، انا كنت مش طايق نفسي، دي حاجه خليها على جنب. لكن يعني مش طايق نفسي عشان ما لعبتش. لا لا لا، مش زعلان نفسي يعني والموضوع ده ما بقتش مبسوط منه عامه يعني يعني ما بقتش فاهم ليه انا بقعد وليه بلعب، يعني القصه دي مش هتكلم فيها دلوقتي خالص، مش وقتها يعني. لكن الفكره كلها ان خلاص احنا خسرانين 1-0 ومحتاجين، احنا ما فيش غير ما اعتقدش غير 13 14 دي هم الفاضلين في المباراه، فمش مطلوب اي حاجه غير ان انا كنت هلعب باثنين مهاجمين، وكان مؤمن زكريا يضم معانا كمهاجم ثالث، ايوه يلعب ناحيه اليمين ويضم كمهاجم ثالث. لا ما خلاص بنسى قصه الزعل، انا زعلي بره الملعب، مجرد ما نزلت الملعب انا بنفذ اللي مطلوب مني وبلعب للفريق اللي انا بقى بحمل اسمه، ومع زمايلي بساعد زمايلي. ما ينفعش ابقى انا يعني عامل سلبي ان انا عشان متضايق فاثر على زمايلي، لا خالص يعني ما ينفعش خالص. والمباراه والظروف اللي احنا فيها ما تسمحش بده تماما. فكان كنت حاط كل تركيزي، وكان عندي يعني سبحان الله يعني كان عندي احساس كبير جدا ان انا هسجل هدف، والحمد لله ربنا كرم لي واتحقق احساسي يعني الحمد لله. قولي لحظه احراز الهدف حسيت بيها يا عماد؟ انا عارف دي احلى لحظه للاعيب كوره في بطوله مهمه والنادي الاهلي، ودايما عماد متعب ربنا يعني بيحطه كده، عماد متعب ان هو من اسباب فرحه جماهير الاهلي زي ما حصل في الكونفدراليه في الدقيقه 96. الحمد لله يعني يمكن الهدف ده من اوله كره اتلعبت تحت حسين ناحيه الشمال، وانا كنت جنب حسين، كنت متطرف جنب حسين فما كنتش ممسوك خالص، فلما حسين لحقها يعني على خط المرمى بالظبط وعمل اوفر الكره، لما اتلعبت الناحيه الثانيه وطلع على ما اعتقد مؤمن او باسم، مش فاكر مين اول واحد طلع اشترك في الكره. ايوه، وبعد كده بقى الاشتراك بين حارس المرمى مع بيتر. المكان اللي انا كنت فيه انا متاكد مليون في الميه ان الكره هتنزل في الحته اللي انا فيها، يعني سبحان الله كان عندي احساس ان الكره هتنزل في الحته اللي انا فيها. ويمكن هي لما نزلت انا لعبتها واحده يعني، كان رد كان سريع فيها الحمد لله، فربنا كرمني يعني وسجلت الهدف. لسه بنزعلك اهو دلوقتي لو بتتفرج علينا، بنزعلك مباراه الجزائر يعني ليك انت الجول الثاني طبعا في الوقت الضايع برضه، وكان الهدف ده يعني رجع لنا الامل تاني في الصعود لكاس العالم. عماد متعب دايما دايما ما شاء الله ربنا بيحطك سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي في اوقات اللي انت بتبقى في اوقات الصعبه، زي ماتش الجزائر، زي الكونفدراليه، زي ماتش امبارح في السوبر الافريقي. لو انت برضو تفكرني في ماتشات تانية برضو في اوقات اخيره كده، قول لي ايه تاني غير الثلاث ماتشات؟ لا انا مع اتحاد جده جبت في الديربي بين الاهلي والاتحاد في الدقيقه 92 كسبنا 2-1، مع الاتحاد السكندري كسبنا 1-0 في اسكندريه في الدقيقه 92، مع انبي في استاد مقاولين كسبنا 2-1 في الدقيقه 93، مع الرجاء في المغرب في الدقيقه حاجه و90 برضه 92 كسبنا 1-1. لا الحمد لله. بص فكره مش خلي بالك الوقت ده كمان بيبقى صعب على اللعيبه، بيبقى الاعصاب يعني الواحد بيبقى اعصابه فالته، لكن انت عندك ثبات انفعالي وبتقدر تركز في وقت صعب جدا، الكل بيبقى يعني خلاص خرج بره المود. لكن عماد متعب زي ما انت بتقول، انت كمان فكرتني بحاجات كتير واهداف حاسمه وفي توقيت صعب في الوقت الضايع، لكن احكي لي بالظبط بعد ما جبت الهدف حسيت بايه؟ يعني حسيت بايه بالظبط؟ وكنت عايز تقول ايه وتعمل ايه؟ لا كنت عايز اقول ايه واعمل ايه دي؟ انا عارف متى عارف متى خليها بيني وبينك يعني لان انا كنت عايز اقول كلام كتير واعمل حاجات كتيره، لكن الاحساس لا
الاحساس ان انت بتبقى لا يعني سعدت مع زمايلك انك ترجعهم، ترجع للنادي وللجمهور وللفريق بطوله كان خلاص على يعني فاضل 15 ثانيه وكانت خلاص المباراه هتنتهي، وتحس انك رجعت تاني وفي امل ان البطوله نقدر نفوز بيها. ما بيبقاش التفكير شخصي قد ما بيبقى التفكير جماعي والمصلحه الفريق والبلد، لان احنا البلد في الفتره دي كان نفسها ان احنا البلد تفرح، فكان نفسنا ان احنا نحقق مكسب ويبقى الفرحه على ايدينا احنا كلاعيبه نادي اهلي. لكن دي كلها يعني حاجات الواحد بيفكر فيها وهو قبل ما يلعب المباراه وهو اثناء المباراه يعني. فكان نفسي ده يحصل، لكن زي ما بقول لك يعني ضربات الجزاء دي فيها توفيق كبير مع عند ربنا سبحانه وتعالى. فما كانش فيه نصيب يعني. فريق محترم يعني، فريق كويس طبعا فاكس ليك. بس بصراحه انا امبارح ما اتفرجت برضو عليهم يعني، حسيت الخضه اللي احنا كنا مخضوضينها قبل الماتش ما لهاش لازمه، او انتوا كنتوا كويسين قوي امبارح فما احنا كنا ما ظهروش هم بالشكل اللي احنا عارفينه عنهم. الفرقه كانت كويسه، الفرقه كانت كويسه، هم شيء طبيعي كانوا عاملين حساب للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي بالكامل. بس انا وانا قاعد بتفرج على الماتش يا عماد، والله مش عشان انت قاعد احتياطي او كذا، في فترة من الفترات كده قبل ما هم يجيبوا الجول، قبل ما فاق الصيف يجيبوا الجول والاهلي مسيطر وماسك كورة ومتحكم في ريتم الماتش، محتاج تواجد هجومي في منطقة جزاء وافاق الصيف. يعني كنا ممكن نخطف الماتش في وقت من الاوقات لو احنا، مش عايز اقول عماد متعب، ولكن لو معانا اتنين مهاجمين جوه وهم عندهم دايما مشكلة في قلب الدفاع يا عماد. يعني زي ما المباراه كانت مفتوحه يعني، بالنسبه انك بتلعب مع فريق جزائري في الجزائر عامه المباراه هناك بتبقى صعبه جدا، ويعني بيبقى ضغط الجماهير وضغط العصر في المباراه، ويمكن لو رحت بفرصه او فرصتين في المباراه بتبقى عملت انجاز. لكن انا شايف المباراه دي كانت مفتوحه، لا كان يعني انا شايف ان عبد الظاهر ادى الدور اللي عليه ونفذ اللي مطلوب منه، يمكن كان عليه ادوار دفاعيه كمان مطلوبه منه كتير، فكان بيبذل مجهود كبير جدا في الادوار الدفاعيه كمان. فهو وليد سليمان فالوقت اللي لعبوه هما الاثنين نفذوا المطلوب منهم بالكامل. يمكن انت زي ما انت قلت، يمكن لو كان شويه احنا عندنا نزعه هجوميه اكتر الريسك كنا ممكن نقدر نسجل، لكن في الاول والاخر الحمد لله على كل شيء يعني. فكرت ازاي في ضربه الجزاء بعد ما جبت الهدف؟ انا كنت خايف عليك ان انت تضيع. والله انا كان وانت داخل والله قلت انا خايف ان عماد يضيع. لا الحمد لله انا كنت مركز. بص يمكن ممكن تسال اللعيبه، انا قلت لهم بعد ضربه الجزاء بتاعتي بالظبط، انا قلت لهم ان الحارس المرمى بتاعه بيروح كره يعني واحده شمال واحده شمال واحده شمال، يعني وقلت اللعيبه بصوت عالي وانا في نص الملعب، قلت لهم يا جماعه ركزوا، الجون بيروح زاويه يعني كره وكره، بس انا ما حبيتش ان انا اجبر حد او اوافق على حد رايي، فكنت بقول بصوت عالي عشان هم ياخدوا بالهم من الكلام ده. يمكن هو الست ضربات جزاء راح ثلاثه يمين وثلاثه شمال. ايوه انا كنت مركز في زاويه ومقرر ان انا هلعبها في الزاويه دي، وما حبيتش ان انا اغير خالص علشان ما يبقاش في اي تردد وانها تضيع يعني. فالحمد لله كان في تركيز عالي وربنا كرمني سجلتها. عايز اقول بس ان عماد متعب 31 سنه، انت ما تمتش 32 صح؟ لا تميت ال 32. تميتهم امتى؟ امتى؟ قريب يعني. اول امبارح والله 32 سنه. مش عارف الناس محسسني في مصر يا عماد ان انت عندك 37 38 سنه، مش عارف. لا ما احنا عندنا والله. بص يا كريم، يعني انا اوقات بقعد كده انا عارف ان انت مواليد 83 عشان كنت مع كابتن حسن شحاته في منتخب الشباب. بالظبط 83. بحس ان الناس محسسني ان متعب عنده 37 سنه وما شاء الله. متعب لسه صغير يا جماعه يعني، مش عارف. والله احنا عندنا، ما هي دي المشكله يعني. انا بقعد اتفرج على بعض الناس او بعض البرامج، يجي يقول لك مثلا تشكيل النادي الاهلي، لا عماد يقعد النهارده وينزل الشوط الثاني. انا ما بفهمش الجمله دي يعني، نفسي حد يفسرها لي يعني، نفسي افهم تفسيرها. ليه عماد يقعد وينزل الشوط الثاني؟ مش قادر افهمها يعني. لو الموضوع فني ما عنديش مشكله، لكن عماد يقعد عشان مجهوده؟ لا انا مش ماشي على عكازين على فكره. انا بادي وبلعب، وانا وقت ما احس ان انا مش قادر ان انا العب 90 دقيقه هبطل كوره على فكره. يعني انا وقت ان انا لما احس ان انا مش قادر العب 90 دقيقه هبطل كوره، هعتزل. انا عمري ما كنت لعيب بيلعب 10 دقايق وربع ساعه وخمس دقايق وثلث ساعه، ولا عمري هبقى اللعيب ده. يعني خلاص اتعودت من صغري الحمد لله ان انا في الناشئين في النادي الاهلي او في منتخب مصر الشباب او منتخب مصر الاول او النادي الاهلي او حتى في اتحاد جده، ما كنت لعيب احتياطي ومفرحان بال 10 دقايق او بالربع ساعه او بالنص ساعه خالص، ولا عمري هقبل ده. لو لحاجه خارجه عن النطاق الفني يعني. ايوه بس يعني وعاجبني فيك برضه، انت عارف انا بحبك قوي، بس انا بقول يعني ان انا ايه، بيعجبني فيك حاجات ممكن لعيبه تانية ما بتستحملش تعملها. يعني مثلا بيبقى في ساعات كده بحس ان في حملات ضدك او في ناس بتهاجمك او ناس بتقعد تقطع فيك كتير،
واحنا خلي بالك ممكن انا انتقدك واتكلم مثلا ان عماد ما كانش كويس النهارده عادي يعني، بس بنتكلم في الكوره. بس انا ساعات انا عايز اقول لك حاجه، ان انا بحترم جدا 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 اي حد ينتقدني ويتكلم عليا. ان عماد النهارده كان وحش لاسباب فنيه، لا يعني انا بقعد واتعلم واسمع واشوف وهو وجهه نظره ايه، هو عنده حق في دي ولا. لكن هي الفكره كلها ان اوقات بيبقى الكلام لمجرد الكلام وخلاص. بالظبط. يعني يعني هي نغمه عماد يا رب يرجع لمستواه، وانا ده كله لسه ما جاش لمستواه يعني. كميه الاهداف دي كلها مع الاهلي في الدوري والبطولات. يعني يعني هي الجمله لسه بتتقال، عماد يرجع لمستواه اعمل ايه؟ يعني هو المطلوب بس اعمل ايه؟ يعني انا نفسي افهم اعمل ايه؟ لا وانا بيعجبني فيك حاجه، انت ما بتردش، يعني انت بترد ردك بيبقى في الملعب. بالظبط. انا لو ردت ما بتردش خالص، وفي لعيبه ما بتستحملش، يعني في لعيبه بتتنرفز وتروح رده في تتصل وتتخانق وازاي وانت بتقول، لكن انت ما بتردش خالص، ودي حاجة مش سهلة. خلي بالك قوة الاحتمال انت تتعرض لهجوم او نقد شديد او مش مطلوب في وقت من الاوقات وتستحمل، دي حاجة مش سهلة. وعايز اقول لك حاجة، ممكن يعني ممكن ربنا كمان بيديني الاجوان اللي فاتت في الفترة الاخرانية دي في الاوقات دي علشان عارف ان انا مظلوم، او عارف ان في ناس بتظلمني، او عارف ان في ناس بتيجي عليا. فسهل جدا ان انا ممكن جون الكونفدرالية دي كنت اجيبه في الدقيقة 40 من الشوط الاولاني مثلا ونكسب 1-0، بس عمر ما فرحته هتبقى زي الدقيقة 96، زي الدقيقة 95 أو 96. نفس القصة الجون اللي فات، نفس القصة مباراة الجزائر، نفس القصة مباريات كتيرة جدا. فأكيد ربنا ليه حكمة إن الأهداف دي تيجي في الأوقات دي. هو بيبقى عارف إن نية اللعيب، وعارف إن اللعيب بيبقى أوقات بيبقى مظلوم لأيا كان السبب. في ناس جاية عليه ما بفهمش ليه السبب إن الناس دي ممكن تيجي عليه. يعني فاتمنى انا طول عمري انت عارف انا ولا هرد ولا هتكلم على حد ولا مع حد، خلاص انا هرد في الملعب وادائي في الملعب كويس، العب مش كويس اقعد احتياطي، كويس الناس تشكر فيا، مش كويس الناس تنتقدني، ده كله انا احترمه جدا جدا يعني، ما عنديش اي مشكله فيه خالص. رايك ايه في بيتر ايبي المهاجم الجديد للنادي الاهلي؟ لا انا شايف ان هو يعني الراجل لعب اول مباراه يعني كان شارك فيها في مباراة انبي وكنا خسرانين. المباراة الثانية شارك فيها وسجل هدف، لكن لسوء حظه ان هو اتعور في المباراة دي. ويمكن لما شارك في المباراة الأخرانية، أنا شايف انه الراجل بيتحرك وعامل مجهود، لكن إن شاء الله الفترة اللي جاية مع الاستمرارية ومع اللعب أكتر مع اللعيبة في الملعب، وإنه يتعود علينا ونتعود عليه، إن شاء الله يبقى إضافة لكم من الأهلي. عماد قبل ما تقفل يعني لازم أسألك السؤال ده، رأيك إيه في قصة عدم عودة الدوري او عدم عوده الدوري؟ لا يعني انا كنت مع انا صراحه يعني اول ما الواقعه دي حصلت، لا كنت مع الناس ان لازم الدوري كان يقف شويه، اجل شويه، احتراما للناس اللي ماتت واحتراما لاهاليهم. لكن خلاص يعني الفتره دي عدت، لازم الدوري عشان يرجع ان شاء الله يكون في ترتيب انه يرجع الفتره اللي جايه باسرع وقت ممكن ويرجع بنظام، ويتحط له يعني لازم يتحط نظام لمسابقه الدوري، يبقى امنيا متامن كويس بشكل كبير جدا. واتمنى ان القصه دي ما تحصلش تاني، لكن انا شايف ان الدوري لازم يرجع، لاني لو احنا ادينا فرصه ان كل حادثه تحصل الدنيا تقف، القصه هتبقى صعبه جدا يعني. بشكرك يا عماد واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه. عماد متعب لاعب النادي الاهلي بشكره شكرا جزيلا.